هيكلة سماعة الهاتف الذكي توقظك كل صباح وتعزف لك الموسيقى وتسمعك أصوات أصدقائك وأحبابك. إنها سماعات الهاتف الذكي التي تقوم بكل هذا بينما لا يتجاوز حجمها 10 سنتات. ولكي تفهم كيف تقوم هذه الأعجوبة الهندسية الدقيقة بكل هذا، دعونا نتعرف أولاً مما يتم صنعها. معظم سماعات الهواتف الذكية تحتوي على سماعتين، سماعة صغيرة والتي توجد أعلى الهاتف وتستخدم لمحادثات الهاتف، بينما السماعة الأكبر توجد في الأسفل وتستخدم لتشغيل الموسيقى وأصوات التطبيقات الأخرى ذات الصوت العالي. وعلى الرغم من أن الثانية هي الأكبر، إلا أنها تعتبر متناهية الصغر، حيث تزن 10 سنتات وتتساويان في الحجم تقريباً. السماعة الأصغر تزن 5 هذا الوزن. دعونا نركز على السماعة العلوية، حيث أن الاثنتين السماعتان العلوية والسفلية تحتويان نفس المكونات وتقومان بنفس الوظائف. في سماعات الهاتف الذكي يوجد 4 مكونات أساسية: الغشاء والملف الصوتي والمغناطيس وغشاء مرن العنكبوت. وهناك 4 عناصر إضافية: لوحتا القطب والغلاف البلاستيكي والغطاء الأمامي، بحيث توفر توحيد المجال المغناطيسي والدعم الهيكلي والحماية كذلك. دعونا نركز هنا على العناصر الأربعة الأساسية ونتعمق بتفاصيل أكثر حولهم. العنصر الأول وهو الغشاء، وهو قطعة رقيقة من البلاستيك الصلب تتحرك للأمام وللخلف لتوليد موجات صوتية. يتحرك هذا الغشاء للأمام ويضغط جزيئات الهواء التي تولد موجات عالية الضغط، ثم يتحرك للخلف فتولد موجة منخفضة الضغط، حيث يقوم الغشاء بهذه العملية آلاف المرات في الثانية الواحدة، مما يعمل على خلق دوائر أو ذبذبات ذات موجات ضغط عال ومنخفض تصل أذاننا على هيئة الصوت الذي نسمعه. يصدر الغشاء هذه الموجات من خلال التحرك ذهاباً وإياباً، وما يسهل هذه الحركة هو المكون الثاني، الملف النحاسي الصوتي. يتم تثبيت ملف الصوت بإحكام على الغشاء، ويتم تصنيعه من ملف من الأسلاك النحاسية المعزولة. يتم وضع الغشاء والملف حول المكون الثالث المغناطيس، ويتكون هذا المغناطيس في الهواتف الذكية من النيوديوميوم الذي يحتوي على مجال مغناطيسي قوي دائما. يعمل الملف ومغناطيس النيوديوميوم معا كنوع من المحركات المصغرة، وعندما يتم إدخال تيار على الملف يتم إنشاء أو إحداث مجال مغناطيسي في الملف. يؤدي التفاعل بين المجال المغناطيسي المؤقت للملف والحقل المغناطيسي الدائم للنيوديوميوم إلى تحريك الملف الصوتي والغشاء معا. عندما يتغير مقدار التيار الذي يمر عبر الملف الصوتي، فإنه يغير أيضا شكل المجال المغناطيسي المؤقت للملف، وهذا بدوره يغير مكان الملف الصوتي والغشاء معا. وبالتالي عندما يمر تيار يحمل شكل الموجة من خلال الملف، فإن الغشاء سوف يتحرك وفقا لذلك، وسوف تولد موجات الضغط الناتجة عن الغشاء موجات صوتية مقابلة. المكون الرئيسي الرابع هو الغشاء المرن العنكبوت. تعمل هذه القطعة الرقيقة من غلاف الساران المرن شبيه البلاستيك على تثبيت الغشاء والملف الصوتي ومنعهم من التحرك من جانب لآخر. يعمل الغشاء المرن العنكبوت على غرار نوابض الترامبولين، حيث يتمتع كل من سطح الترامبولين والغشاء بحرية التحرك لأعلى ولأسفل، ولكن ليس من جانب إلى آخر. يطبق الغشاء المرن العنكبوت على غرار الترامبولين شدا مضادا لاتجاه الحركة، وبالتالي يعيد الغشاء إلى موضع مركزي. إذا لم يتم تثبيت الغشاء والملف الصوتي، قد يصطدمان بالمغناطيس، مما يؤدي إلى تلف كلاهما. ولتلخيص كل ما سبق، يقوم الغشاء فيزيائياً بدفع الهواء لتوليد موجات صوتية. يتم تثبيت هذا الغشاء على ملف صوتي،
ويتم تثبيته في المنتصف بواسطة الغشاء المرن العنكبوت. وأخيراً يعمل الملف الصوتي والمغناطيس كمحرك مصغر لتحريك الغشاء من خلال العمل معاً. تولد هذه المكونات الأربعة مجموعة متنوعة رائعة من الأصوات من هاتفنا الذكي. وسنواصل عرض كل ما يتعلق بفروع هذه الحلقة لنوضح ما هي الموجات الصوتية وكيف تنتج عن الملف مع المغناطيس مثل هذه الحركة المعقدة، وكيف تستقبل آذاننا الصوت. وإذا كان الصوت عبارة عن حركة لجسيمات الهواء، فما هي الرياح؟ شكرا على المشاهدة، وحتى ذلك الوقت فكروا في البساطة المفاهيمية والتعقيد الهيكلي للعالم من حولنا.